مرحبا بكم معنا في حلقة يوم الأحد. هذه الحلقة هذه غادي تكون مهمة ومهمة بزاف، لأن من خلالها غادي تعرف شنو اللي تيخلي الناس يهربوا منك وشنو اللي كيخليك غير مرغوب عند الناس. أنا عارف أن كنمشي ديريكتومو الموضوع، يعني ما كنزوقش هضرة. إذا كان هذا الموضوع هذا كيهمك تبع حتى الأخر، لأن أنت غادي تكتشف بعض الأمور أو بعض التصرفات اللي كديرهم وسط المجمع أو مع الأصدقاء أو فاش كتلقى مع الناس، واللي كيخليو الناس هادو يهربوا منك. كنتخيل ان بعض المرات في شي لقاء بحال هكا، شي سواغي ولا شي لقاء مع الاصدقاء اولا في شي ميتينغ، كتلاقى مع شي شخص من بعد جوج دقائق ديال المحادثه كيخليك وكيمشي. كنتخيل ايضا ان بعض المرات كتبدا علاقه، يا اما علاقه عاطفيه، يا اما علاقه صداقه جديده، يا اما بارتناريا جديده في الخدمه. اون فوا كتبدا العلاقه، هاد الناس هادو ما كيبقاش عندهم نفس الانجذاب ليك، وبالتالي كيهربوا. يا اما ما كيبقاوش يجاوبوك في التليفون، او ما كيبقاوش يجاوبوا على الميساج ديالك، او ما كيبقاوش يعطيوك نفس الدوغري ديال الاهميه اللي كانوا كيعطوك في الاول. اولا بعض المرات انت نيت فاش كتكون مع صحابك في شي مجمع، شي واحد تيكون ثقيل على القلب و انسوبورتابل، اون فوا كيمشي كتقول لصاحبك، كتقول واه تخين هذا ما مقبولش، سبحان الله العظيم ما دخلش ليا الخاطري. الا كنتي كتشوف نفسك في ثلاثه ديال المواقف هادو، ثلاثه ديال الامثله اللي عطيتك في هذه الحلقه، غادي نبين لك في نفسك شي حوايج كديرهم بلا ما تحس واللي تيخليو الناس يهربوا منك. وهذا الشيء ما مزيانش لا في الحياه ديالك الشخصيه، لا في الحياه ديالك العمليه، لا في البيزنس، لا في البيع والشراء، ما مزيانش بتاتا. لان الطبيعه البشريه كتخلينا دائما نشوفو غير في نيفنا، كنفكر انني نبان حسن من الاخر، كنفكر انني نزمط الاخر في الهضره، كنفكر انني نستهزئ بالاخر قدام المجمع باش نرضي ليغو ديالي. ولكن هذا كيعني انك ما تصالحش مع ذاتك، وكيعني انك ما تيقش في نفسك. لان الانسان اللي فغيمو عنده واحد القيمه اجتماعيه عاليه، خدمته كتهضر عليه، شخصيته كتهضر عليه، الكاريزما ديالو كتهضر عليه، وما محتاجش كاع يتكلم. شحال من واحد كتعرفو انت كيجي لشي مجمع ما كيهضرش، ما تيقولش شي حاجه اللي خارقه للعاده، وكلشي باغي تقرب منه. وشحال من واحد كتلقاه دائما كيهضر وكيبغي يدير فيها فهم وكيبقى يعطي حلول لكلشي، وبالتالي كلشي كينفر منه. خمسه ديال الاخطاء تديرهم تيخليوك واحد الانسان ثقيل وغير مرغوب فيه. قبل ما نبدا لكم بالخطا رقم واحد، ما تنساوش ان هذا الاسبوع الاخير ديال لا بروموسيون ناقص 70% في دوره الذكاء العاطفي اللي غادي تسالي في الاخر ديال هذا الاسبوع هذا، يعني في الاخر ديال رمضان. لذا الا كنتي باقي ما استفدتيش من هذه الدوره هذه، فما عليك الا طلب هاد الدورة وتستافد من ناقص 70% ديال العرض الخاص بشهر رمضان. نكملوا. الخطأ رقم واحد، عدم القدرة على تحليل الوضع اللي انت فيه، اولا عدم القدرة على رؤية الامور من الطرف الاخر، لو مونك دونباتي. قبل ما نفسر لكم شنو هو لو مونك دونباتي، غادي نعطيكم واحد اللقاء من واحد الحوار تلفازي كان داز سابقا ديال واحد المغني ديال الراب مع واحد الصحفية اللي ما دارت حتى شي مجهود في طرح السؤال، يعني ما حاولتش تفهم الضيف ديالها، ما حاولتش تشوف الامر من الزاويه ديالو، وايضا ما حاولتش تبحث في الموضوع اللي كيهضروا فيه. نخليكم مع هذه اللقطه هذه ونرجع. جاوبني على هذا السؤال، انا مزوقع فيك، علاش اغنيه الراب ديزي دروس مربوطه بالهضره الخايبه؟ واش ما عندكمش مواضيع اخرى تهضروا فيها ماشي الهضره الخايبه؟ انا مثلا ما تنتظرش من الناس اللي ما عندهاش واحد اللي ما متشبعاش بالهيب هوب كثقافه انها تفهم. دونك كيف ما تشوفوا معايا شنو وقع هنايا، الصحفيه تكلمات في واحد الموضوع ديال الراب جيم اللي هو الهضره ديال الزنقه، اللي هو الكلاشات، اللي هو اسلوب، وتكلمات مع المخاطب ديالها. وشنو دارت؟ ما حاولاتش دير راسها في بلاصه الاخر. يعني تخيل انت اليوم من غير تكون رابر، تخيل انت اليوم نباتي مثلا، ودرتي مجهود وحاولتي تحيد اللحم وتحيد جميع الماكله اللي جايه من الحيوان، ودير مجهود وتهلا في صحتك، ودير ليكزيرسيس فيزيك باش تولي انسان نباتي، وتلاقى مع شي واحد في الاخير ويقول لك انت اش كتخربقاش داك الشيء، انت وليتي نباتي، شبعتي خبز بقى كتولي نباتي. دونك شنو درتي هنايا؟ عطيتي الراي ديالك في واحد الموضوع دون ما يطلب منك المخاطب تعطي الراي ديالو. وهذه قاعده مهمه بزاف باش ما تبقاش انسان مكروه. جوج ديال الحوايج، عمرك تعطي موضوع الراي ديالك في شي واحد لما طلبش منك الراي ديالك، وما عمرك تحاول تغير واحد الشخص اللي هو اصلا مقتنع بشي حاجه. وهادشي اللي حاولت دير الصحفيه هنا، ضربات القوانين ديال الراب كامله في عرض الحائط، وحاولت دير لا مورال وتعطي درس في الاخلاق لواحد الشخص اللي هو اصلا كيخدم بهاد الموسيقى ديال الراب هادي وبالراب جيم. شحال من مره حاولتي
تغير اشخاص محبه فيهم وصلتي لواحد النتيجه اللي ما بغاش هو هاد الاشخاص هذو ولاو تيهربوا منك وفي الاخر كتقول وانا بغيت لي غير الخير هو كيهرب مني وهاد الناس هادو راك عزيز عليهم اللي يشف عليهم وعزيز عليهم اللي ما يبغيش لهم صلاحتهم. لا ماشي هاد الناس معز عليهم اللي ما يبغيش لهم صلاحتهم. هاد الناس هادو فهموا واحد القاعده مهمه باش العلاقه تبقى مزيانه مع الاخرين وحاولت فرض واحد الراي بالعاطفه غير بالعاطفه دون بذل مجهود انني نفهم الامور من الزاويه ديال الاخر والسياق اللي فيه الاخر. هادشي كيخلي الناس انهم يهربوا مني. النقطه رقم 2 عدم القدره على التعبير على المشاعر اولا كتمان المشاعر كتكتم المشاعر ديالك يعني لو مونك دو فيلنيرابيليتي ما كتقدرش تعبر على المشاعر ديالك ودائما كتحاول تبين واحد الوجه القوي ديما كتحاول تبين واحد الوجه القوي لو مونك دو فيلنيرابيليتي هو هذا مثلا شي واحد كيجي عندك تيحرجك تيقول لك شي كلمه ما عجباتكش وفي الاخر تقول لك ياك الدنيا هانيه كتقول ليه لا الدنيا هانيه الرجوله حنايا فهمتي لا الدنيا هانيه الرجوله هذا في حد ذاته ضعف لانك انت في الداخل ديالك مقصح وكتحاول تعكس واحد الوجه قوي وكاين واحد الاشخاص وهذا مشكل عندنا حنا في الدول العربيه ما كيقدرش ما كيبغيش يعبر على المشاعر ديالو لان بالنسبه ليه ضعف وخصو دائما يبان بواحد الوجه قوي. ارانا الناس فاش كتبدا دائما تبين لهم واحد الوجه قوي كتولي كتعطيهم انطباع انهم داخلين في علاقه مع ان روبو ما كاينش شي علاقه زوجيه كتنجح بهذه الطريقه هذه. تخيلي راجلك دائما كيبين واحد الوجه قوي والمشكل في هادشي كامل ماشي اظهار الوجه القوي السلبيات ديال اظهار الوجه القوي هو انك تبان انت الناس عارفينك بانك مقصح في الداخل ديالك ولكن كيشوفوك مكنزز وما متصالحش مع راساتك وكتحاول دائما تبين لهم واحد الوجه قوي بحال داك الشخص اللي نهار كامل جالس في القهوه ديال الدرب ومقابل هذا كينصب هذا كيدير هذه عاهره هذه كيدير راه داروا الفلوس غير بالنصب داروا الفلوس غير بالسرقه عوض ما يمشي يدبر على راساتو عوض انه يمشي يقلب يدير شي حاجه باش يدخل فلوس كيبين هذيك الصلابه ديالو وهذاك الوجه القوي ديالو واخا هو كيبان انسان حقير ما عنده والو ولكن راس ماله الوحيد هو تقصح الوجه في المسائل المجانيه والمسائل الخاويه وانت كتشوفه بين ما عندوش بين مقحط وبين انسان حقود ولكن هو بالنسبه لي كيبين هذيك الصلابه. تعلم تعبر على المشاعر ديالك. سمح لي ما عجبنيش الحال فاش هضرتي معك بحال هكا حسيت بلاص ديسيبسيون حسيت بالاحراج. قبل ما ندوزو للنقطه الثالثه قاعده ديرها في ودنيك الناس كيبغيو الاشخاص اللي حقيقيين وكيعبروا على المشاعر ديالهم لان بالنسبه لهم هذيك شجاعه ولا يحترمون الاشخاص اللي فيهم الصلابه وكيبغي دائما يبين الوجه القوي لان بالنسبه لهم انسان ما تصالحش مع ذاته. جرب انك تعبر على المشاعر ديالك بين نقطه الضعف ديالك تعلم تقول سمح لي تعلم تقول انني الغلط ديالي تعلم تقول انني ما عجبنيش هادشي سواي دي زوما تعلم دير هادشي هادشي اللي غادي يخلي الناس ينجذبوا ليك لانك كتبان في نظرهم انك واحد الانسان شجاع وبانك ما كتمثلش. هذه النقطه رقم 2 جرب. النقطه رقم 3 اولا الخطا رقم 3 اللي كديرو كتخلي الناس يهربوا منك ما كتدخلش كلمات ما عرفتش في القاموس ديالك هذا مشكل كنعانيو منه نبدا تدخل كلمات ما عرفتش في القاموس ديالك. المشكل ديالنا هو اننا دائما كنمشيو بالعكس ديما داكشي اللي كيسحب لينا غادي نعطيو به واحد الصوره واحد القيمه اجتماعيه عاليه هو اللي كينزل لنا القيمه الاجتماعيه. مثلا كتجلس تتهضر مع شي واحد في المحادثه ما عمرك تبدا تعطي حلول الا ما طلبش منك الحلول وهذا مشكل. يعني كنهضر وفي المحادثه مكنزز وباغي نبين راسي انني فاهم وكنعطي حلول وكنفهم في كل شيء الوغ كو الناس في العلاقات الاجتماعيه ولا العلاقات الانسانيه اون جينيرال عندهم ان سول بيزوان هما يتلاقاو مع ناس اللي كيضحكوا وكيشاطروا معاهم وكيشاركوا معاهم الحديث بلا ما تبين راسك احسن منه ولا وعر منه ولكن الا كنتي جاي انت بواحد الشعور ديال النقص وكتحاول تغطيه بهاد التصرفات يعني ما كترضاش تقول ما عرفتش ما كترضاش تقول سمح لي كيكون كيهضر معاك الواحد وكيبدا يهضر لك مثلا يقدر مثلا يشارك معاك غير شي مشكل وقع ليه مع مرتو كتبقى تعطي حلول الناس ما كيطلبوش منك الحلول وما عمرك كيف ما قلنا ما عمرك تعطي الراي في شي واحد الراي ديالك في شي واحد الا ما طلبش منك الراي ديالك ما عمرك تعطي حلول اثناء المحادثه الا ما طلبش منك تعطي حل ما تعطيش حلول سمع حل ودنيك الناس محتاجين اللي تسنط لهم سمع حل ودنيك وبقى نوتر ما نعطيش حلول وما نعطيش احكام نسمع ونضحك العلاقه غتمشي مزيان سمع وبين انك مهتم بهذاك الشخص غادي يمشي معك مزيان ما محتاجش تقرا النووي على هذا الشيء. الخطا رقم 3 اللي كديرو
هو كطيح بالاخرين من مورا ظهرهم باش تلفت لك الانتباه. يعني الناس اللي دائما تيكونوا تقال على القلب ودائما تيهربوا منهم الناس فاش يدخل شي مجمع تيبغي بروفوكي هذيك لامبورطونس، تيبغي بروفوكي الاهميه، كيبغي يصنعها. هاد الاهميه ما كايناش، انت شويه موان كو غيان. اشنو كدير؟ عندك شي بيزنس، كدير محاضرات، كدير فيديوهات في اليوتيوب، عندك شركه، عندك موظفين، كتخلص ضرائب الدوله. اشنو كدير؟ الا كدير هادشي راه باين كدير هادشي. الا ما كديرش هادشي راه ما يمكنش لك تعطي الاهميه بانك تبدا تهضر على الاشخاص الاخرين باش تجذب الانتباه. اي واحد كيتكلم في غياب الاخرين باش يبان هو واعر وكيبغي يضحك الاخرين باش يبان مهم، عرفوا انسان حقير، عطيه اتساع، عرفوا انسان حقير، ولا لقى لوكازيون غادي يطحنك حتى انت، لان ما عندوش شي حاجه اخرى باش يبان مهم قدام الناس من غير هادشي. ولا طحتي نتايا مع نوع من الاشخاص هادو اللي تيتكلم بحال هكا وشفتي الناس كيضحكوا على العيوب ديال واحد الشخص كيهضر عليه، ما تمشيش معاهم في خط، تقول لهم سمح لي خصني نمشي. هكا غادي تبين واحد القيمه اجتماعيه عاليه، وغادي تقول ليه بطريقه غير مباشره انت انسان حقير، سير دير شي حاجه في حياتك. الوغ هادو هما النقاط اللي خاصك تيفيتيهم باش تخلي الكو يدوز مزيان مع الناس وباش ما تخليش الناس يهربوا منك. وصلنا لنهايه هذه الحلقه هذه، تنشكركم على المتابعه ديالكم، خلونا دي كومونتير، ديروا لنا دي جيم، ودخل استافد الان من ناقص 70% من دورات الذكاء العاطفي. كان معكم عزيز افكار، سير الفيديو.